يا شام يا شام يا شام، قولي الحبايب نايوافونا، قرب يجي تشرين، خلي وحياة العمر ما حقني لولا نحن نطرنا وإني ما هجو يا شام يا شام يا طاير من فوق الشام، نازل عبرد يلاقي رب الحمام، عجناح لا سوريا حامل سلام، ضو يا شمس بلادي فوق الايام. طير الحرية طاير من فوق الشام، نازل عبرد يلاقي رب الحمام، عجناح لا سوريا حامل سلام، ضو يا شمس بلادي فوق الايام. علوها علو الراي سوريا صارت آي، علوها علو الراي سوريا صارت جبال العز انضواي، طول الايام الروح بترقص لك يا شام. طير الحريه طاير. صباحك يا شام، وصباح الخير لجميع مشاهدي الاخباريه السوريه بيوم جديد نترافق فيه معكم برحله صباحيه بتجدد موعدها معكم يوميا من مدينة اختصرت الحب والجمال على مدى تاريخها العريق على شكل وردة بيضاء، عطت هالمدينة اسمها لتصير دمشق مدينة الياسمين. هالمدينة يلي بتختصر الإبداع والفن والجمال على امتداد عصور التاريخ، وهالمدينة مثلها مثل كل المناطق بسوريا معرفة الاستكانة ولا الخوف من إرهاب أسود. هالقوة أكيد بيستمدوها من تضحيات رجال الجيش العربي السوري اللي منقلهم صباحكم نصر. يسعد صباحك ميسان. صباح الخير لك أريج، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية بيوم جديد اليوم الاثنين 17 تشرين الأول، مع نسمات حلوة وطقس معتدل. بنبدأ معكم رحلة جديدة تتضمن محطات وضيوف ومواضيع جديدة بمحاولة منا لتسليط الضوء على أبرز الفعاليات يلي عم تصير يلي بمجملها بتأكد على إرادة الحياة القوية عند السوريين. تحيتنا دائما وابدا بتكون بالبدايه لابطال الجيش العربي السوري يلي بتضحياتهم نحن مستمرين بحياتنا، حماة الديار عليكم الف تحيه وسلام. فاصل ومنبدا فقراتنا. يعني ميسان دائما بنقرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخبار جديده بتكون طريفه واحدث الدراسات، وخبرنا الاول اليوم من مواقع التواصل الاجتماعي واحدث الفيديوهات اللي انتشرت مؤخرا على اليوتيوب لرجل مسن في 83 من عمره بجلسه تصوير كعرض ازياء. يعني برزت شعبيه الرجل المسن اندري من بيلاروس عبر الصور يلي اجتاحت مؤخرا مواقع التواصل، ويعرف اندري ممارسته وعشقه لرياضة الركض إذ يقطع مسافة 10 كيلومترات خلال ساعة واحدة. خلونا نتابع سوا. Thank you.
ما في أحلى من أن تكون موجودة روح الشباب يعني عند المسنين، يعني كتير حلوة منهم أنه بيعطونا هنا دايما هذا الأمل بأنه لا تخافوا ما رح تكبروا بالسن، شو ما عملتوا المهم أنتوا تضلوا عم تبادروا لتعملوا هاي النشاطات الحلوة، وبيعكسوا يعني حبهم للحياة عبر النشاطات اللي بيقوموا فيها. وكمان من إحدى الفيديوهات اللي شفناها كمان على الفيسبوك، سيدة كانت واقفة بالشارع عم تتفرج على راقصين، يمكن ترمي على الكاستا بتروح بترقص بطريقة فظيعة، ولا يعني صبية عمرها 20. يعني نحن هون بنقول انه يلا بكره بس نكبر بالعمر ما عاد نقدر، لا الواحد وقت بيحط هدف انه هو ما رح يكبر ابدا فبيقدر على هذا الشيء، واكيد يكون بحب الحياه. اما خبرنا التالي ميسان، حيث اجرت مجموعه من علماء جامعه كوينزلاند سلسله من التجارب على ادمغه الفئران المخبريه، وتوصلت الى امكانيه ابطاء عمليه التقدم بالسن. يعني طبعا هذا الابطاء عن طريق كان الموجات فوق صوتية، وتعمل الموجات فوق الصوتية على تنشيط بعض خلايا الدماغ وبالتالي مساعدتها على التخلص من البروتينات السامة، وتتجلى الفكرة النهائية في المحافظة على صحة الدماغ ونشاطه. ويأمل العلماء من هذا البحث أنه يكون هناك نشر ضمن المكتبة العامة للعلوم على الإنترنت، أن يكون بداية جيدة لإحداث تغييرات في الدماغ بغية التأثير على بعض الوظائف. هز علماء بريطانيون كل المعجبين بالعطور بتصريحاتهم، حيث اتضح لهم أن الروائح قد تسبب ضررا خطيرا لصحة الإنسان، حيث تستخدم في صناعتها عناصر كيميائية مختلفة قد تلحق ضررا بصحة الإنسان. وتلك الحالات التي تتصف بخطورة قصوى تترافق بأنواع من الأكزيما والتهابات الجلد، علما بأنه من يستنشق روائح العطور قد يتضرر مع من يتعطر بها، ويترافق هذا النوع من التسمم بالسعال وسيلان الدموع والصداع والدوخة والغثيان والقيء. وينصح العلماء بوضع قليل من العطر على المعصم ومراقبة مفعوله بعد تناول قهوة قبل شرائه، وذلك تجنبا لوقوع أعراض جانبية غير مرغوبة. كما ينصح الباحثون بعدم التباخل وشراء منتجات متميزة بجودة عالية في محلات محترمة. يعني ما بعرف كيف بدهم يشتروا بجودة عالية، لأنه أسعار العطور إذا كنا نقول فعلا بجودة عالية فهي كتير غالية، وممكن الناس بيقدروا يشتروها لهي العطور. تمام إنسان، وبالفعل في بعض الأشخاص يعني تظهر عندهم هالعوارض هن ما بيعرفوا شو سببها، بس هلأ دراسة أكدت أنه في بعض العطور بتأدي لهيك عوارض. في كمان يعني دراسة من قبل كنا قرينا عن موضوع العطور اللي مستخرجة من الزهور حصرا، يعني اللي من الياسمين ولا من اللوتس ولا من هي الزهور، أنه هي فعلا إلى تأثير على بعض يمكن الأشخاص. يمكن لقوة الزيت العطري اللي موجود بهي المواد، يعني هنا عم يستخرجوها من مواد طبيعية، إضافة المواد الكيميائية لها بتسبب كل هي الأعراض. تماما ميسان. أما هلأ رح ننتقل لفقرتنا اليومية التالية، واليوم 17 تشرين الأول بصفحة هالزمان تسجل عدد كبير من الشخصيات اللي كان لها بصمة عبر التاريخ، ومثل كل يوم بنروح بقراءة سريعة لأبرز الأحداث. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة يغير مجرى التاريخ، ومنها ما يمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1456 تأسيس جامعة غرايفسفيلد لتكون الثانية في الترتيب بين أقدم جامعات شمال أوروبا، وفي عام 1610 تتويج لويس 13 ملكا على فرنسا في ريمس. وفي مثل هذا اليوم من عام 1912 اندلاع حرب البلقان الأولى، وفي عام 1979 الإعلان عن فوز الأم تيريزا بجائزة نوبل للسلام، وذلك نظرا لجهودها الإنسانية في مساعدة فقراء الهند والعالم.
ومن أبرز الذين أبصروا النور في مثل هذا اليوم من عام 1697 جوفاني أنطونيو كانال، رسام إيطالي. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1941 مي زيادة، أديبة فلسطينية. وفي عام 1982 الممثل المصري والذي لقب بعميد المسرح العربي يوسف وهبه. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. جبار هو ذاك الذي يكون شعاره في الحياة سأتألم ولكني لن أغلب، قول للأديبة مي زيادة اللي غادرت عالمنا بمثل هاليوم من عام 1941. خلونا نتعرف مع بعض على محطات من حياتها. مي زيادة أديبة وكاتبة فلسطينية لبنانية، ولدت في الناصرة في عام 1886. أتقنت مي 9 لغات هي العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية واللاتينية. في عام 1907 انتقلت مع أسرتها للإقامة في القاهرة ودرست في كلية الآداب وعملت بتدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية وتابعت الدراسة للألمانية والإسبانية والإيطالية. في الوقت ذاته عكف لغة العربية وتجويد التعبير بها فيما بعد. تابعت دراسات في الأدب العربي والتاريخ الإسلامي والفلسفة في جامعة القاهرة. نشرت مقالات أدبية ونقدية واجتماعية منذ صباها، فلافتت الأنظار إليها. كانت تعقد مجلسها الأدبي كل ثلاثاء من كل أسبوع، وقد امتازت بسعة الأفق ودقة الشعور وجمال اللغة. نشرت مقالات وأبحاثاً في كبريات الصحف والمجلات المصرية مثل المقطم والأهرام والزهور والمحروسة والهلال والمقتطف. أما الكتب فقد كان باكورة إنتاجها في عام 1911 ديوان شعر كتبته باللغة الفرنسية، وأول أعمالها بالفرنسية كان بعنوان أزاهر حلم. وفيما بعد صدر لها باحثة البدية في عام 1920، وكلمات وإشارات في عام 1922، والمساواة في عام 1923، وظلمات وأشعة في عام 1923، وبين الجزر والمد في عام 1924، والصحائف في عام 1924. أما قلبها فقد ظل مأخوذاً طوال حياتها بجبران خليل جبران وحده، رغم أنهما لم يلتقيان ولو لمرة واحدة. دامت المراسلات بينهما ل20 عاماً منذ عام 1911 وحتى وفاة جبران في نيويورك في عام 1931. عانت الكثير بعد وفاة والدها في عام 1929 ووالدتها في عام 1932، وقضت بعض الوقت في مستشفى للأمراض النفسية، وذلك بعد وفاة الشاعر جبران خليل جبران. سافرت في عام 1932 إلى إنجلترا أملاً في أن تغير المكان والجو الذي تعيش فيه، ربما يخفف قليلاً من ألامها. لكن حتى السفر لم يكن الدواء، فقد عادت إلى مصر، ثم سافرت مرة ثانية إلى إيطاليا لتتابع محاضرات في جامعة بروجي عن أثار اللغة الإيطالية، ثم عادت إلى مصر، وبعدها بقليل سافرت مرة أخرى إلى روما، ثم عادت لمصر حيث استسلمت لأحزانها وتوفيت في مستشفى المعادي بالقاهرة عن عمر يناهز 55 عاماً.
ميسان، صباحنا لليوم رح نقارب فيه الوجدانيات، نتوقف فيها مع مساحة من الشعر وكلام يلامس شغاف القلوب الذي يكتب بمداد الضوء. رح نترافق بمساحة مع حديث الروح ومسيرة أدبية امتلكت أدوات الشعر فنظمته بكافة أشكاله، سواء كان موزون أو شعر التفعيلة وحتى الشعر العامي بالكلام المحكي. صباحنا غير لليوم مع الشاعرة ابتسام الحروب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحك سوريا، صباحك وطن، صباحك خير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي بصباحنا غير. يعني الحاله الادبيه بديت مع حضرتك من عمر الخمس سنين تقريباً. خلينا نحكي عن البدايات وكيف تطورت، ومع انه كانت يمكن الكتابه بقصه ادبيه كانت البدايات. تمام. خلينا نسمع. هلا انا اذا بدي اقول بدايه يعني كانت بعمر العشر سنين تماما، مو الخمس سنوات، كانت بعشر سنين. كنت هيك بصف مع مدرسه فكتبت هيك موضوع، جربت وقتها كان عن حرب تشرين، فكتبت الموضوع وما بالي انه هالموضوع كثير حيطلع يعمل صدى. فطلعت هيك المدرسه قالت لي اطلعي ابتسام، فطلعت لما قراته استغربت المدرسه. هون انا بركز على دور المدرس المربي، هي المدرسه خلقت فيني بذره وشجعت هي البذره، قالت لي انت في عندك الم بالجنه. بتعرفي بهذا العمر قد ايه الانسان ممكن تفرق معه الكلمه. فانا كثير انا بحزن احيانا من مدرس زرع بطالب يأس، زرع بطالب حزن. فهون كانت المدرسة بعمر العشر سنين هي اللي زرعت فيني هي البذرة الموجودة، كانت الحمد لله هي من الرب أساسا. وكانت هيك بداية قصص صغيرة، كانت كتير مثلا أنا كونه والدي كان بالمقاومة بلبنان، إخواتي كانوا بالمقاومة بلبنان، فكان الوطن والغربة بحكم أنه نحن كنا بغربة نعتبر، فيعني الوطن كان هو أخذ المساحة الأكبر من حياتي. بعدين كيف نميتي هالموهبة عندك، ومين اللي شجعك بالمراحل اللي تلت مرحلة المدرسة؟ والله الحزن كان إذا بقلك يعني هو الينبوع الأول، وكان في إضاءات لأصدقاء ما بنساهم. يعني أنا بقلك بمرحلة ما بعد الجامعة مرقت ببداية الأزمة بسوريا، كان في أسماء لأصدقاء ضوت بحياتي ووجهت لي الطريق. يعني بلشت أنا مثلا بنادي الأدباء الشباب بأبو رماني، كان هذا المنبر الأول، بعدين للملتقيات الثقافية، بعدين كان نشاطي مع، يعني أنا أكثر كان محفز لإلي هو نشاطي مع أسر الشهداء والجرحى. فهذا كان يعني يعمل لي حافز مو طبيعي. يعني أنا طلع هيك مثلا أنت قدام أم شهيد مثلا خسرت ثلاث شباب مثلا، ما لا الكلمة تطلع لحالها. على فكرة لأخبركم شغلة، أنا هاوية ولست شاعرة بس مشان ما يختلفوا علي. فأحيانا ممكن تلاقي عندي كسر بالبحور، ولكن يعني دائما بقول لهم أنا الشعر وشعورهم لا بحور، يعني الحالة هي اللي بتخليني أحكي. تمام. فعلى هذا قيسي، يعني إنسانة مثلا عم تحاول تكون كلمتها هي حرف لوطنها، عم تحاول أنه تلامس جراح وطن من واقع، ما هو من كتب، ما هو من تاريخ. يعني وسوريا تعني الكثير لمن لا يعلم من هي سوريا. أنا أعلم من هي سوريا، أنا الفلسطينية التي تربت على هذه الأرض أعلم من هي سوريا. سوريا هي التي ربت، سوريا هي التي احتضنت ما يسمى بفلسطين، ولولا سوريا لما كان هناك قضية فلسطينية ولا مقاومة فلسطينية، هذه هي سوريا. فأنا رهنت روحي وقلمي وجميع حياتي لهذه البلد. طب حابين نسمع من حضرتك شيء، بما أنه عم نحكي عن سوريا، شو محضرتنا شيء لسوريا اليوم؟ بداية لازم أنا أقول كلمة، يعني دائما أنهي جميع ما أكتب بكلمة واحدة، تحيا سوريا، عاشت سوريا. فيؤخذ علي، يعني أنت فلسطينية وعم تقولي عاشت سوريا، يعني خلي سوريا للسوريين. أقول لهم يا من جهلتم، أنا أعترف بسوريا ما قبل سايكس بيكو. فلسطين هي الجزء الجنوبي المغتصب من سوريا، وطريقنا إلى الأقصى لن تمر إلا عبر دمشق. سوريا الطبيعية. طبعاً أنا لا يعني لا أعترف بتقسيمات الجغرافيا، وأنا ابنة سوريا الكبرى وأفخر وأفخر. اتفضلي شو حابه كمان تسمعينه؟ بالمحكي كتب مبارح هيك شيء، قلت يا رب يا رب حلك تشيل الظلم عن مهبط الأديان، يا سوريا يا لوحتك على الأرض بالنور، طوايف لما رسمتها بالنور وما أروع الألوان، واليوم باسم الدين باسم الرب حاشاك يتقتلوا الإخوان. الرب الرب مش ملكك إلك، وحدك معك ميزان تصنف بشر كفار
تصنف بشر كفار وعلى الأرض تشعل نار وتدعي الإيمان. الدين الدين مش كترة صلاة وطولة لحى ومش جنة ونسى وتفجير تتحقق الأحلام. الرب الرب محبة وأمل للخير يعني العمل والقلب بينك وبينه والقلب بينك وبينه رسول مش شيخ أو مطران. الرب يعني سلام. ولك جار النبي ولك جار النبي يهودي كان ولما مر عنه سأل زاره وعتابه بكي ولقلبه طلب غفران. ولك حاج ولك حاجة بقى أوهام بالدم أنت وأنا غرقان وعلينا تضحك أمم وعلينا تضحك أمم ويتآمروا العربان. بدي بدي نروح تقاتلوا على الغاز عم يتفاوضوا روس وأمريكان. ولك مينك أنت ولك مينك أنت انت خيي انت حبيبي وبالامس جيران ايدك بايدي لم الجرح للوطن نعل الصرح بتتعمر الاوطان. عاشت سوريا. يعني كلام بمس الروح كلام بيعبر عن حالتنا اليوم. قديش بتحسي وقت تكتبي شعر بالكلام المحكي بالفعل بتحسي انه بيوصل يعني بيطلع من القلب وبيوصل يعني بطريقه اسرع؟ والله اقول لك شغله مو المحكي هي اللهجه السوريه الجميله. نعم يعني هي اللهجه السوريه هي القريبه للكل اللي اخذ هذا المدى واخذ هذا الصدى. وانا بعدني تلميذه يعني حتى بيقول مدرسه المحكي او مدرسه التفعيلي انا لازلت احبه يعني في اسماء لا يعني بنسى مثلا بقول الاستاذ نبيل الطويل مثلا مدرسة بالشعر المحكي وحتى بالشعر التفعيلي في عنا أسماء. ولكن بقول لك شيء يعني في شعر كتير وبينظموا بتعدي بتسمعي القصيدة ساعة يا عمي يعني مع أنه موزونة وبتقول لك بحور بتقول لك كذا بس ما تحسيها ما تحسيها ما بعرف ليه. أنا بحس الشعر هو الشيء اللي بلامس قلبي تماما فقط. يعني أنا أحكيت كلمة لو ما كانت شعر مثلا ما بدعي انه انا هي الكلمه هي الجمله الشعر ولكن اتمناها تصل. اذا وصلتك صح وسمعتيها صح فهي شعر. تماما. نعم. شو اللي بيحفز الحاله الشعريه عندك يعني؟ الوطن سوريا يعني الشهاده الشهداء الجرحى هدول الناس اللي عم حاول اعيش معهم وكون معهم شوف الامهم على قدر ما استطيع وبحزن كثير لما كتبت شيء للشهداء وللجرحى؟ طبعا كتبت فيما كتبت كان في شهيده هي اسم افتراضي لكل ام سوريه قدمت شهداء. فشو قلت هي ام فعلا يعني على الاراضي السوريه ما عم بجيب انا شيء على فكره ما بكتب شيء خيال وما بكتب شيء يعني كله واقع. فشو قلت لها اسمك يا امي وطن اسمك يا امي وطن حروفك نغنيها وبالقلب والروح سوريا نفديها. والشي والشي شهد البلد تروي اراضيها. والهاء والهاء هلال وصليب والهاء هلال وصليب ضوب اعاليها. واليا ياسمين الشام ما بتنضام ومقبرة الكل من يعاديها. والدار والدال يا أم الدال دمعة وطن بعرس البطل زغرود خليها. والتاء أنت التاج بدعي لرب الكون على الرأس خليها. عاشت سوريا. الله يرحم كل الشهداء. وفي كمان قصيدة لا ما أعرف إذا بتسع الوقت ولكن هي القصيدة غناها فنان جميل صاحب صوت رائع اسمه الفنان حسان المؤنس أداها موال بالأوبرا وكان إلى صدى يعني أتمنى أنه تأخذ نصيبها على الفضائيات. ولكن هي القصيدة شهيدة أستاذة هي واقع لقصة أنا عشتها لعرس شهيد كانت أمه عم تستقبله تمام. فأنا من وأنا واقفة هيك بالجنازة استوحيت الأم والشهيد وزوجته وابنه عم يحكوا. فشو قلت على لسان الشهيد شفتها من بعيد شفتها من بعيد مش قادرة تمشي عم تنادي هاتوا يا ولادي على جرياتها
على جرياتها هدوا النعش يلا يا رفقاتي وشيلوا الكفن عني ولك ضميني يا أمي ولك ضميني يا أمي تشم فيك من الرضا من التراب الوطن شمي تفرش على دربي ورد طريق للجنة بحضني يا ابني غفي وعنك يا عمر رضيت سلاحك لخيك راح وهالأرض بدها رواح شلت القلب مني لا تبكي يا أم الورد لا تبكي يا أم الورد دمعك حرق للخد ويدموعها عخدودها لا تجرحي وحني وعكتاف وعكتاف رفقاتي طرت وعكتاف رفقاتي طرت وسمعت هالصغاري تندح حبيبي تندح حبيبي سمعتها إلها رجعت شيلوا الكفن عني بعيونها بعيونها ابني شفت تندح حبيبي حاملة ابنك ورافعة باقي العمر اسمك وعهد الوفاء مني ودعتهن ودعتهن وجيتك يا أرض الشام بدمي تتحني قام العرس جيران رب العرش حضران وتوحدت أديان زغرودة يا أمي أرض الوطن جنة أرض الوطن جنة الله يرحم شهداء وطننا. كنا عم نحكي قديش الحالة يلي عم تمر فيها بلدنا هي عم تأثر على شعرك عفوا وعم تستحضري من هالحالة. اليوم شو هي المفاصل الأساسية اللي مرت بحياتك وغيرت بمسيرتك؟ شو أطلع بس من حالة الشهيد. هلا المفاصل الأساسية أنا بعتبر أسماء ضوت بحياتي، مثلا بقول الدكتور الوالد راتب إدلبي، مثلا محمد راتب إدلبي اللي هو والد كان وداعم أساسي عندي، الدكتور دانيال بولوس سفير النوايا الحسنة بالكويت، أصدقاء على فكرة هن بعاد ولكن أضاءوا، الأستاذ نبيل الطويل، الأستاذ في عندي صحفي بياخذ العقل بحمص على فكرة أنا ما بعرفه، ولكن لما حضرت مهرجان المقاومة بحمص كان هو تابعني اسمه الأستاذ أندريا ديب، فصاحب الابتسامة الفظيعة بيقول لي أنه قد ما حزنتي قد ما كذا فسوريا في نيق آخر ستنتصر. عندي المفصل الأساسي حسيته أنا بصراحة دار الأوبرا فرقت معي، أنا بكتب الحرف بغني وأنا عم بكتبه، يعني بكتب هيك الغنية بتطلع معي، بكتب القصيدة وأنا عم بكتبها بتتغنى. فلما إجا الفنان حسان بصوته الرائع الجميل وأخذ هاي الكلمات تبعت شهيدة وقداها بتحسي طارت حلقت، يعني أنا قرأت الأثر في وجوه الحاضرين الحمد لله. أتخيل القادم أفضل. لا الأستاذ أنا لا أنسى الأستاذ عماد سارة، يعني كمان الأستاذ عماد سارة صديق بفتخر فيه، الأستاذ أحمد ضوى، أسماء أضاءت، الأستاذ حسن سمعون أتمنى أنه يا ربي صاحب الديوان السوري المفتوح باسمه الكبير، أسماء أتمنى أني ما ضيع أسماء، ولكن هم أصدقاء أضاءوا لي الطريق. وهناك أيضا من حاول أن يظلم لي الطريق، هناك من دواعش الفكر وهنا الشيء يؤلم، أن تقولي أنت حدا مسؤول ومثقف وكذا وعامل حاله وكذا وهيك، وهو داعش الفكر، يعني كيف داعش الفكر؟ يعني بنصب حاله ملك على الكلمة، يعني أنه أنا بس اللي صح وباقي ما تبقى بشيله بصنفه، يعني بصفه. حوربت بفترة لا بأس فيها من حياتي بكل النواحي وكتبت لهم شيء أتخيل، يعني أكيد نحن بدنا نتمنى لك دايما تكون دروبك مضاءة بالخير ونتمنى لك كل التوفيق بكل الأشعار اللي بتكتبيها. في قصيدة بس بختم فيها، أنا على فكرة حكيت كله بالمحكي فبس اللي بس فينا إذا فينا بدقيقة دقيقة وأقل من دقيقة، ولألكم بقلكم ولكل من أضاء في حياتي بقول شكراً شكراً لعقد الياسمين للطيبين، شكراً لعقد الياسمين للطيبين، شكراً لكل السيء يعلمون الكون ما معنى الوفاء، شكراً لكل السيئين الرائعين ينثرون الشوك يدميني ليضيئها
لأحيلها تلك الدماء قمرا يضيء لي الطريق إلى السماء. عاشت سوريا. أتمنى لك كل التوفيق وشكرا لوجودك معنا لليوم. شكرا لك. يعطيكم العافية. عاشت سوريا. أما هلأ ميسان محطتنا التالية من دمشق، حيث أطلقت جمعية صبايا العطاء الخيرية التنموية حملة نحن الوطن، التي تهدف لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الأمريكية والأوروبية ضد سوريا، ضمن حفل أقيم في دار الأسد للثقافة والفنون. لنتعرف أكثر على هالرسالة خلونا نتابع مع بعض هالتفاصيل بتقرير زميلتنا سلمى عودة. كانت سوريا تأمن 97% من احتياجات المحليه للادويه، بس هلا 70 معمل خارج الخدمه وما فيهم يعملوا شيء لان المواد الاوليه بنجيبها من عندكم وانتم مانعين عنا. المنظمات الدوليه مشكوره، عملت كثير حملات وقدمتها للشعب السوري، بس نحن بدنا رطوبات تنرفع عنا، بدنا مع دولتنا نامن كل شيء اساسيات ومعكم نلتفت لشيء اكبر. رساله بكل اللغات أطلقتها جمعية صبايا العطاء الخيرية التنموية على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون، بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق وحضور رسمي سوري. السبب الأول أنا بقول والرئيسي بعد الحرب مباشرة هو الحصار الاقتصادي من طرف واحد، عم يحاولوا يقتلوا الشعب بأطفاله بنسائه بشيوخه برجاله بكل ما يملك هذا الشعب، حتى إرادته عم يحاولوا يقتلوا له إياها ويكسروا له إياها، ولكن نقول الحمد لله اليوم تجاوزنا مرحلة كبيرة، ضحينا كثير، قدمنا كثير. النصر أن المبادرة بكل ما تحمل هالكلمة من معناها هي صحيحة، يوصل صوت هالأطفال وهالناس والصبايا والشباب والجيل هذا اللي اليوم عاش سنين حرب، اللي ولد عمره سنة صار عمره 6 والستة صار 12 و12 صار 18، خليهم يعرفوا تماما اليوم شو عم يحاولوا يدمروا في سوريا أو شو دمروا بسوريا. اليوم عم نشوف أحد الفعاليات يلي القطاع الأهلي عم يحاول أنه يقوم فيها لحتى يعبر عن دور الشباب الواعي يلي عم يحاول يوصل صوت سوريا للمجتمع الدولي، يورجيهم بأنه العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا عم تطال حقوق الطفل السوري، عم تطال القطاع الصحة يلي هو من أهم القطاعات يلي ممكن أنه بتسخير الجهد فيها الطفل السوري يكون على صحة ونماء ليقدر يكون هو لبنة بناء المجتمع. هلأ نحن جمعية صبايا العطاء التنموية الخيرية، نحن نظمنا هيدا الحفل أو بالأحرى الفعالية لحتى نوصل صوتنا للخارج. نحن داعيين اليوم سفراء ومنظمات دولية وزرائنا لحتى يقدروا يوصلوا مطلبنا. من زمان من قبل الأزمة كان الدواء والتعليم ما حدا يأكل همه، وهيدي أبسط الحقوق، يعني هيدا الولد هو أبسط حقوقه إنه يكون إذا مرض يطيب وإذا ولازم يتعلم لحتى يصير. فالفكرة إنه اللي صار إني ما بقى عاد نقدر نشوف نقص وما نعرف من شو. وقت اللي درسنا شوي الموضوع شفنا أنه الموضوع خاصه بموضوع العقوبات الاقتصادية. تأمين الاحتياجات الإنسانية وخاصة الأدوية النوعية لمرضى أطفال السرطان والتجهيزات الطبية اللازمة لمشافي الأطفال في سوريا هي الرسالة التي نقلتها حملة نحن وطن من خلال الأغاني التي قدمت والفيلم القصير الذي عرض في الحفل. صوتك مع صوتي محايا بيمحي توقيع واختام، منعت شعبي من الاحلام ومنعونا نكفي الحكايه. الحمله التي بدات على مواقع التواصل الاجتماعي متطوعين من مختلف البلدان وتتجه الى روسيا والمانيا وامريكا وتركيا والسويد، كانت بدايتها من دمشق وتستمر لتصل للدول السابقة، ليبقى الصوت السوري مدافعاً عن بلاده. بحرب الكبار شو ذنب الطفولة؟ رسالة سورية يوجهها اليوم صبايا العطاء من دار الأسد للثقافة والفنون من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. للإخبارية السورية من دمشق سلمى عودة. برجع
يعني تحية لكل السوريين وكل الشباب السوري اللي عم يحاول أنه يقدم هو للوطن. دايماً عم يكون في شيء مميز عم يتقدم عبر الفعاليات اللي عم تقوم عبر الشباب السوري. يعني وبعد هذا التقرير صار وقت نروح بجولة سريعة على أبرز الأخبار الثقافية حول العالم. خبرنا الأول أريج. خبرنا الأول رح نقوم بجولة على أهم الأخبار الثقافية مثل ما قلتي ميسان، ورح نبدأ من دمشق. وبمناسبة يوم الكفيف العالمي، أقامت جمعية الوئام للكفيفات تكريماً للمكفوفات من طلاب جامعات من 7 اختصاصات. كاميرا الإخبارية رصدت كل تفاصيل الحفل، خلونا نتابع مع بعض برفقة زميلتنا سلمى. طبعاً الأزمة ما قدرت أنها هي تنال من صمود الشعب السوري ومن إصراره على أنه مسيرة العلم هي المسيرة الحق يلي ممكن أنها هي تبني المجتمع، وبنفس الوقت ما قدرت أنها تحرف اهتمام الحكومة عن الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومنها فئة المكفوفين. جمعيتنا هدف الأساسي دعم وتدريب وتأهيل النساء الكفيفات لدمجهم بالمجتمع. هلأ اليوم حفلنا نحن يعني تكريم للخريجات الجامعيات ولا طالبات الثانوية العامة. نحن أيضا نحاول أن نبرز إنتاج الكفيفات اليدوي، عرضنا بعض المنتجات إلى جانب هذه الفعالية حتى يطلع الناس على أن الكفيفة بمقدورها أن تكون كمثيلاتها من البصيرات. عم نتابع دائما نشاطات المكفوفين، دائما نجاحاتهم، لحتى يعني نعطيهم حافز أنه هنا يتقدموا للأمام. مو بس نحن أنه نعمل فعاليات احتفالات أو هيك، لا، الكفيف بحاجة لدعم كتير الحقيقة، دعم معنوي، دعم مادي، دعم حتى بالمجتمع، يعني حتى نظرة المجتمع. إحنا لما بندعمه، لما بنفرجي المجتمع اللي هو فيه إنه قديش عنده إمكانيات هائلة الحقيقة. كان دورنا إنه هو التنسيق والترتيب مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة لنطلع حفل يعني يكون كله مميز، يكون ذكرى محفورة بأذهان الكل المبصرين والكفيفين. نقدر نكون معهم بفرحهم بسرورهم بنتائجهم الحلوة اللي يمكن أحسن منا، أنهم عم يكونوا جبارين على حالهم بعلمهم. في ناس أخذوا شهادة وتنتين ما شاء الله حولهم، عندهم قوة بصيرة عالية أكثر منا بكثير. يمكن نحن نتمنى لهم كل خير وكل سعادة. نحن درسنا بمدرسة المكفوفين وبعدين كملنا بالجامعة، درست أنا علم اجتماع واليوم تكريم من قبل جمعية الوئام للمرأة الكفيفة، فشعور رائع كتير وبتحسي أنه فعلاً أنه إنجاز وصلنا له بكل تعب وكل ظروفه. يعني حلو العقبات تطلع بوش الإنسان حتى يتقوي إرادته ويقدر يتغلب عليها وتقويها بحياته وتجعله إنسان ناجح. هل العقبات اللي وقفت بطريقنا هي اللي السبب اللي خلتنا نوصل لهالنجاح هذا؟ طبعاً شعور النجاح غير شكل، يعني أنه تكوني إنسانة ناجحة، ناس عم تكرمك. ومنبقى أيضا في دمشق واللي شهدت منح الفنان السوري العالمي سهيل بدور الدكتوراه الفخرية. الفنان بدور عمل على مزيج سحري يجمع بين المرأة والموسيقى في شكل من أشكال الانتظار، حيث اختصر كل نساء العالم في أمه التي كانت أهم لوحة جسدتها ريشته الفنية، والتفاصيل بالمادة التالية. تكريم من المجلس الأعلى للإعلام الفلسطيني الذي أسس عام 1970، يتم اختيار الشخص كما تم اختيار الدكتور سهيل بمقاييس معينة بآثاره وخصوصا الشعري، يعني يركزون
معظم الأحيان على الشعر، ولكن يكرم أي شخص يقدم أي شيء فن ولا رسم. والدكتور سهيل جمع الشعر والفن، عنده أكثر من 4 دواوين شعري وعنده مئات اللوحات الفنية التي نالت إعجاب العالم، لذلك تم اختياره بعد مراقبة صفحاته وآثاره، تم اختياره وتكريمه بهذه الشهادة. التكريم بالوطن له طعم آخر، له معنى آخر. لما الوطن بكرمك بمعنى من المعاني أنت قدمت شيء لهذا الوطن، وأنا معني أن أقدم لهذا الوطن. كرمت في أكثر من عاصمة عربية وعالمية، لكن هذا التكريم بدون شك هو بين قوسين في حياتي، وأعتقد هو منصة انطلاق أعتقد لشيء ممكن جميل قادم. الحقيقة أنا بالنسبة لي أعتبره، وأنا من المشتغلين تخصصيا في حقول الأدب عموما والشعر خصوصا، وبالتالي أنا سعيد وفرح جدا أن يكرم فنان تشكيلي، رسام مبدع أمضى عمره وحياته في خدمة رسالة الفن التشكيلي التي هي رسالة أخلاقية وحضارية وإنسانية، واستطاع هذا الفنان المكافح أن يصبح فنانا عالميا ليس فقط على مستوى سوريا أو الوطن العربي. يعني دايما روح الحياة موجودة بالشارع السوري من خلال الفعاليات اللي عم يقوموا فيها والنشاطات اللي عم تقوم فيها عدة جمعيات سورية، أكيد بأهداف الارتقاء أكثر بعمل جيل الشباب ولحتى يتركوا بصمتهم على أرض الوطن. نعم ريج، نحن خلصنا أخبارنا الثقافية، فاصل ومكفيين. بهدف نشر ثقافة الوعي بين جيل الشباب، أقامت قيادة فرع ريف دمشق لاتحاد شبيبة الثورة وقيادة شرطة محافظة ريف دمشق ندوة توعوية حول موضوع المخدرات والتعريف بأخطارها بالمركز الثقافي في بلدة صحنايا. خلونا نتابع مع بعض أجواء الندوة. في برنامج محاضرات وندوات توعية لجيل هالشباب، وضمن هالبرنامج في اليوم محاضرة ندوة عن تعاطي المخدرات قامت فيها فرع ريف دمشق لاتحاد شبيبة الثورة بالتعاون طبعا مع قيادة شرطة ريف دمشق، قيادة شرطة ريف دمشق مع التعاون مع القيادات الحزبية. نحن كمجلس بلدي بصحنايا عن طريق شعبة الحزب البعث العربي الاشتراكي وشعبة الغوطة الغربية والفرق الحزبية هيئنا هالظروف بتوجيهات دائمة من السيد المحافظ والمحافظة لتهيئ ظروف لهيك ندوات من أجل توعية جيل الشباب. حقيقة ضمن خطة مكتب العمل التطوعي والبيئة المركزي وضمن خطتنا كريف دمشق بدور المنظمة وبدورنا كتوعية لجيل الشباب من أخطار مكافحة المخدرات، هاي الآفة يلي عم تفتك بجيل الشباب وتفتك بالنتيجة بالمجتمع، وبالتعاون مع قيادة شرطة ريف دمشق احنا عمل ندوة توعوية حول أخطار مكافحة المخدرات. كتير مهمة عشان تساعدهم يعرفوا وين مستقبلهم الملائم عشان نطور سوريا وننميها. هذا الموضوع كتير مهم ولازم كل الناس تشارك فيه، وخاصة الطلاب كله لازم يشارك فيه. كتير مهم نحن على الشباب، يعني نحن هلا شباب سوريين، مشان نوعي انه نبعد عن المخدرات وهذا يعني نكافح هالشي. طبعا هذا شيء ضروري كتير ومهم انه الثقافة والندوات مشان نوعي العالم والشعب على انه نحذرهم من هالشغلات الخطيرة، يعني شيء ضروري كتير. We'll be right back.
ميسان، يعني قطاع السياحة هو واحد من القطاعات المهمة يلي ضررت خلال السنوات الأخيرة بالحرب على سوريا، خاصة أنه يعتبر عمود أساسي من أعمدة الاقتصاد. يعني وأمام هاي الواقع كان لابد أن يكون هناك دور لتنشيط هذا القطاع وتنظيم عمل المكاتب السياحية. هذه المهمة ألقيت على عاتق جمعية مكاتب السياحة والسفر. للإضاءة أكثر على دورها الجمعية معنا رئيس الجمعية سيد غسان شاهين. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يا هلا فيك صباح أستاذ. النور. صباح النور. أهلا وسهلا. أنا أطل معكم اليوم بوجه جديد. بوجه جديد. تماما. أستاذ غسان، خلينا نتعرف بالبداية على جمعية مكاتب السياحة والسفر وعلى طبيعة عملها. جمعية مكاتب السياحة والسفر هي جمعية ليست محدثة، ليست جديدة. جمعية مكاتب السياحة والسفر رخصت في العام 1963، يعني نحن عمرنا أكثر من 50 سنة. وبالنظام الداخلي للجمعية بيقول أنه الجمعية تهتم بالعاملين بالمهنة لتطوير إمكانياتهم الثقافية والعلمية المتعلقة بمهنة السياحة وتنمية حياتهم الاجتماعية، يعني تطوير حياتهم الاجتماعية لمواجهة الظروف التي قد تتأتى على المجتمع. هذا هو طبيعة النظام الداخلي للجمعية يلي تأسست على أساسه. مع مسيرتها على مدى 50 عام الحقيقة أدت مهام كتير كبيرة على كل المستويات. بمعنى أولا كانت الجمعية تعنى بإعداد وبث روح العمل لدى الموظفين والعاملين في المهنة من خلال دورات تدريبية، دورات تعليمية لكل ما يتأتى على المهنة من جديد. مهنة السياحة ومهنة السفر هي مهنة عالمية تتطور يوميا، تواجه يوميا تحديات جديدة على مستوى العالم. إن لم يكن هناك من يقود هذه المسيرة محليا لن نستطيع أن نتواصل مع العالم. لذلك كان على جمعية مكاتب السياحة والسفر كممثل قانوني وشرعي للعاملين في هذه المهنة أن تكون دوما على تواصل مع المنظمات العالمية. لذلك كانت جمعية، وما زالت طبعا، جمعية مكاتب السياحة والسفر هي العضو الممثل للمهنة في الجمعيات العالمية والمؤسسات العالمية مثل السيريان أسوسيشن أوف ترافل إيجنتس، عفوا الأمريكان أسوسيشن أوف ترافل إيجنتس، مثل الأوفتا، مثل المنظمات العالمية والإياتا وعلاقتنا مع المنظمات. بيتم التواصل مع هاي المنظمات دائما، نحن على تواصل لحتى نكون دوما على خبرة ومعرفة ما يجري في العالم ونقل ذلك إلى موظفينا والعاملين بمكاتبنا. مع توسع عدد المكاتب وتطور عدد المكاتب على مستوى سوريا كان من الضروري أن تفتتح للجمعية فرعا لها في حلب. فالجمعية هي تغطي كل سوريا لكن لها فرع رسمي في حلب. وكنا بصدد إعداد فتح مكتب كمان فرع آخر في اللاذقية لولا الأحداث التي عصفت بالوطن. المهنة بحد ذاتها مثل ما قلت لكم بحاجة لتطوير دوما، لكن هذا التطوير ما كان له أن يتم لو لم يكن هناك تعاون عالي بين جمعية مكاتب السياحة والسفر ووزارة السياحة. إذا رخصت هذه الجمعية من وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 1963 ونحن نعلم أنه في العام 1963 لم يكن هناك وزارة سياحة، فقد أحدثت وزارة سياحة في العام 1972، لكن هذا لا يعني أن الجمعية احتكرت العمل بحد بذاتها، بل تعاونت مع وزارة السياحة منذ اليوم الأول لإعداد الدورات التأهيلية والتدريبية وشاركت بكل ذلك. هلأ هذا الدور الذي كانت تمارسه جمعية مكاتب السياحة والسفر على مستوى التثقيف لم يحجب عملها الاجتماعي، فهي كانت دائما ترعى الوضع الاجتماعي لكل العاملين بالمهنة. نحن بنعرف أنه مهنة السياحة والسفر مؤلفة من مكتب وصاحب مكتب وعاملين في المكتب، والعاملين طبعا متدرجين بإمكانياتهم الثقافية والمهنية، لكن كان دائما في مرجعية لكل هؤلاء العاملين اللي هي جمعية مكاتب السياحة والسفر. كما كان لابد من ممارسة دور آخر هام بالجمعية وهو فض الخلافات التي قد تنشأ بين المكاتب بحد ذاتها وبين المكاتب مع زبائنها. فكانت دائما جمعية مكاتب السياحة والسفر ترعى فض الخلافات و
وضع الحلول لكل هذه الخلافات. طبيعي. من ناحية تانية من ناحية تنظيمية كمان، جمعية مكاتب السياحة والسفر هي الممثل لدى الشركة، شركة الطيران الأم اللي هي مؤسسة الطيران السورية، فنحن دائما على علاقة مع مؤسسة الطيران السورية، مع المديرية التجارية، مع المديرية المالية، مع كل الإدارات التي تتبع لهذه الشركة التي نحن نعمل معها كشركة تحتضن عملنا ونحتضن عملها. كذلك الأمر لجمعية مكاتب السياحة والسفر علاقات واسعة جدا مع المصرف المركزي ضمن أنظمة القطع المفروضة والموجودة في سوريا بموجب القوانين النافذة، ولنا دور كبير في المساهمة في إعداد التشريعات المالية مع الهيئة العامة للضرائب، مع وزارة المالية. إذن النوافذ مفتوحة بين الجمعية وبين الإدارات وجهات متعددة، مع جهات المتعددة بقصد تهيئة المناخ الطبيعي الذي تعمل فيه مكاتب السياحة والسفر. طب اليوم دور يعني هالجمعية قديش اختلف عن قبل الأزمة، خصوصا بظل الحرب، وخصوصا يمكن أنه السياحة ضررت بشكل كتير كبير عنا بسوريا؟ عزيزتي، نحن كلنا بنعرف أنه مهنة السياحة هي المهنة الأولى التي تأثرت بما وقع في بلدنا، ولن أكون متشائما لأقول أنه قد تكون المهنة الأخيرة التي تتعافى بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في سوريا. لكن هذا لم يحجب دور الجمعية. بالواقع في عنا كثير من المكاتب التي أغلقت أبوابها، يعني بطلت تمارس المهنة وقررت أن تنتقل إلى مهنة جديدة. لكن مع المكاتب التي بقيت، بقيت العلاقة بين الجمعية وبين هذه المكاتب بما يحقق الحد الأدنى من الدخل للعاملين، وبنفس الوقت بما يحقق أقصى حد ممكن أن نتعامل به سياحيا في سوريا. بمعنى جمعية مكاتب السياحة والسفر ترعى مع الكثير من مكاتب السياحة الرحلات السياحية الداخلية التي تقوم الآن في سوريا وتسعى لتنشيطها. وفي لقائنا الأخير مع السيد وزير السياحة كان في توجيهات أعطانا إياها من شأنها أن تساهم في تنمية السياحة الداخلية وتسهل عمل مكاتب السياحة والسفر. كيف عم تسعوا لهذا التنشيط السياحة الداخلية؟ يعني شو هي الطرق اللي عم تتبعوها؟ مهنة السياحة هي مهنة خاصة، مهنة شخصية. قد يسعى أحد المكاتب لتأمين سعر مقبول في مكان ما لتنظيم رحلة سياحية داخلية، وقد لا ينجح في تحقيق هذا السعر إلا عن طريق الجمعية. يعني بتتدخل الجمعية لتأمن له هذا السعر، وبتتدخل الجمعية لتأمن الحد المقبول من الخدمات. نعم، يمكن هي نقطة كتير مهمة كمان بالنسبة للمكاتب السياحية، يعني أنه تحقق هيك سعر عن طريق الجمعية وبما يتناسب مع المواطن. هلأ في شيء تاني بدي أقوله وهام جدا. لم تتخلى جمعية مكاتب السياحة والسفر مهنيا عن دورها الاجتماعي. فما تواجهه البلاد حاليا يلزمنا من الناحية الاجتماعية أن نكون على تواصل مع كل من يحتاج لأي مساعدة. لذلك بادرت جمعية مكاتب السياحة والسفر من 4 سنين لتوجيه تعميم لكل العاملين بالمهنة، من يحتاج أي مساعدة، أي معونة بسبب الظروف الحالية، أن يتواصل مع الجمعية، وتحقق ذلك وأمننا الكثير من المساعدات، وخصوصا أننا أيضا على تواصل دائم مع الفعاليات والجمعيات الشقيقة اللي مثلنا. ومؤخرا استطاعت جمعية مكاتب السياحة والسفر بالتعاون مع وزارة السياحة وبالتعاون مع غرفة سياحة دمشق وبالتعاون مع إحدى الجمعيات الشقيقة أن تقدم معونات صحية هائلة لجرحى الجيش العربي السوري، يلي منحييهم منرفع لهم دائما القبعة ومنقول نحن دوما نقبل التراب تحت أقدامكم. يعني عمل الجمعية ما اقتصر فقط على الشأن السياحي وعلى القطاع السياحي، يمكن الأزمة فرضت عليه أشياء تانية وفعاليات تانية ممكن كمان تخدم البلد بطريقة تانية. هذا كان الشيء الطبيعي، هذا دور الجمعية الطبيعي. يعني دور الجمعية الطبيعي أن تكون جزء من المجتمع
شو بيحتاج المجتمع بدها تلبيه. نحن كنا بحاجة إلى نعد كوادر للعمل في المكاتب، فعلينا تلبية ذلك. أعددنا الدورات المهنية وتابعناها مع وزارة السياحة، مع مركز تدريب سياحي والفندقي وهكذا. الدولة البلد بتحتاج لمساعدة اجتماعية، كمان نحن عم نمارس دورنا في المساعدة الاجتماعية، وهلما جران. إذن الجمعية هي جزء من المجتمع، وهي جزء من احتياجات المجتمع لتحقق هذه الاحتياجات. وبذلك نحن بالحقيقة ما بنعتبر ذلك عم نعمل عمل في أي منا على وطننا، لأنه وطننا هذا دورنا الطبيعي، يعني نحن ما بنكون عم نعمل من نية على حدا. يعني تعاونكم مع وزارة السياحة قديش هلأ يمكن صار له طعم أكتر، له وقته هلأ بهي الأزمة يلي نحن عايشين؟ شو عاملين خطط مستقبلية بتعاون مع وزارة السياحة إذا بدنا نقول لتشجيع السياحة الخارجية يعني رغم الظروف؟ شوفي عزيزتي، نحن لا نفصل وفي الأماكن يمكن المتاحة منشان ما ننفهم غلط. طبعا نحن لا نفصل العلاقة من أجل النجاح. يعني أنا ما بقول هذا دوري بشتغله مع فلان جهة لحتى أنجح. أنا جمعية عامة، مهمتي أن يكون متعاون مع كل الفعاليات. لذلك نحن لا نفصل دور جمعية مكاتب السياحة والسفر عن عمل غرفة السياحة. فإذا كان غرفة السياحة في إلى مهام معينة حددها نظام غرفة السياحة التي أنشئت بموجبه، هذا لا يعني أن نظام جمعية مكاتب السياحة يجب أن يفصل عن الغرفة. لا، هذا دور يجب أن يمارس بالتشارك مع الكل. نعم. وعلى الكل أن يتشارك معنا، مش نحن بس نتشارك معهم، الكل يتشارك معنا، يكون في تكاملية بالعمل. تكاملية بالنتيجة. نعم. لأنه غرفة السياحة بواقع الأمر ما بتضم بس مكاتب السياحة، بتضم المطاعم والفنادق وشركات النقل، وكل بيقعد على نفس الطاولة. مكاتب جمعية مكاتب السياحة والسفر لها دور في الغرفة أيضا، فأعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء في غرفة السياحة، يتبادلون الخبرات، يتبادلون المعارف، يتبادلون العمل المشترك لما فيه خير الوطن، والتعامل التعاون المشترك لما فيه خير الوطن. هلأ من هالناحية هي سألتيني شو بدنا نعمل منشان السياحة الخارجية. حقيقة السياحة الخارجية تواجه معضلات محلية وتواجه معضلات ليست بيدنا. يعني لما وزارات الخارجية في العالم كله تحجب عن مواطنيها إمكانية السفر إلى سوريا، وتعتبر سوريا خطوط حمراء، وبالتالي شركات التأمين العالمية لا تقدم بوليسة التأمين لمن يريد أن يسافر إلى سوريا، هذا الموضوع ليس بيدنا. لكن ما علينا أن نفعله نحن في الوقت الحاضر أن نساهم في تأمين الأرضية والقواعد اللوجستية لتأمين خدمة سياحية جديدة متطورة. نحن قريبون جدا من العودة إلى التعافي، وقريبون جدا من إعادة استخدام المجموعات السياحية. يجب أن لا تعامل هذه المجموعات كما كانت تعامل من 6 سنين أو من 7 سنين. يعني طريقة التفكير، طريقة التخديم، طريقة الترويج، طريقة التعامل مع هذه المجموعات السياحية يجب أن تكون جديدة وحديثة. تماماً، هذا الشيء أكيد عم تسعى لإله يمكن جمعية مكاتب السياحة والسفر من خلال الأعمال اللي عم تقوم فيها. أكيد نحن نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله دايماً بازدهار قطاعنا السياحي بكل مجالاته. شكراً كثير لك أستاذ غسان شاهين. شكراً لكم. شكراً كثير لإلك، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكراً لكم. شكراً. أما هلأ مشاهدينا صار وقت ننتقل لغرفة الأخبار آخر الأخبار مع زميلتنا علا أبو خضر. الصباح الخير علا. صباح النور نيسان، شكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجزين لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصفته القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة انطلاق عمليات استعادة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن العلم العراقي سيرفرف في سماء الموصل قريبا، وستبدأ العمليات العسكرية من 3 محاور: الشرق والشمال والجنوب. يذكر أن تنظيم داعش استولى على الموصل، ثاني أكبر مدينة بالعراق، منذ العام 2014.
أكد مصدر عسكري أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة أوقعت 49 إرهابياً بين قتيل ومصاب في الشيخ سعيد ومنطقة الشرفة وفي جنوب العويجة بريف حلب، ووحدات من الجيش تعلن استعادة السيطرة على بلدة معدس بريف حما الشمالية بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت مسمى جيش الفتح خسائر بالأفراد والعتاد. إلى ذلك أكد المصدر أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات عسكرية مكثفة باستخدام وسائط نارية وتكتيكات قتالية دقيقة استعادت خلالها السيطرة بشكل كامل على بلدة معردس بريف حما الشمالية. أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن اجتماعات لوزان في سويسرا تهدف إلى تهيئة الأجواء لبحث مقترحات وقف الأعمال القتالية في حلب. وأشار كيري في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون عقب اجتماع دولي بشأن الأزمة في سوريا عقد في لندن إلى عزم بلاده البحث عن سبيل لوقف الأعمال القتالية في سوريا واستئناف الحوار السوري. من جهته كشف وزير الخارجية البريطاني أن لندن وواشنطن تدرسان فرض عقوبات اقتصادية على سوريا وروسيا، وقال إنه يجب العمل على فصل تنظيم جبهة النصرة الإرهابية عن المعارضة المعتدلة في سوريا. واعتبر جونسون أن الخيارات العسكرية في حل الأزمة في سوريا صعبة جدا ولا خيار خارج طاولة المباحثات في جنيف. إلى فلسطين المحتلة، حيث وجهت 80 منظمة أهلية فلسطينية نداء مشتركا إلى المجتمع الدولي للتحرك جديا من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتسريع إعادة إعماره. وأصدرت المنظمات نداءها في ذكرى مرور عامين على انعقاد مؤتمر المانحين في القاهرة لإعادة إعمار القطاع الذي تعهد المانحون خلاله بتقديم 5 مليارات و400 مليون دولار للفلسطينيين، يخصص نصف المبلغ لصالح إعمار القطاع. إلى خبرنا الأخير، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أن سلاح الجو نفذ ضربات مركزة ضد مواقع الإرهابيين وتحصيناتهم على أهداف لمجموعات مسلحة تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي وجماعة الإخوان المسلمين في شمال سيناء. وأوضح بيان القيادة أن عمليات القوات المصرية أسفرت عن مقتل 18 إرهابيا ومقتل 3 جنود وإصابة 2 وتدمير 4 عربات و14 دراجة نارية للإرهابيين، بالإضافة إلى ضبط كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجة. عودة إليك ميسان. شكرا لك علا. ومشاهدينا رجعنا لنكمل فقرات برنامجنا، وصلنا رجلا فقرتنا الأخيرة لليوم. تماما، فقرتنا الأخيرة بتتعلق بالصحة، حيث أطلقت وزارة الصحة يوم أمس حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال تستمر حتى الخميس القادم عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة ومراكز الإقامة المؤقتة. يعني الحملة تهدف للوصول إلى نحو 2.8 مليون طفل دون سن الخامس. حديث بشكل مفصل عن هي الحملة معنا الدكتور علو الإبراهيم، رئيس برامج صحة الطفل واللقاح في مديرية صحة دمشق. سعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. شكرا لاستضافتكم إنا، مشان هيك نوجه رسالة للجمهور عن الحملة. يا هلا فيك دكتور. شكرا. بالبداية خلينا نحكي عن الحملة والفئة العمرية المستهدفة. هلا نحن هي حملة وطنية موسعة ضد مرض شلل الأطفال لكل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات من العمر. ومثل ما حكيت وحضرتكم بالمقدمة، بتستهدف بسوريا حوالي 2,800,000 طفل. نحن بدمشق هدفنا تقريبا شي 300,000 طفل. نحن غايتنا من مبارح الأحد للخميس أنه نحن نغطيهم ونلقحهم بلقاح الشلل. وهذا مثل ما حكيت وحضراتكم بيتم عن طريق المراكز الصحية المنتشرة عنا بدمشق. عنا شي 40 مركز عامل ضمن الحملة، بالإضافة للفرق الجوالي اللي راح تقوم بالتلقيح بالشوارع وبالأحياء ومن بيت لبيت، ويستهدفوا مراكز الإقامة المؤقتة ورياض الأطفال. عنا بدمشق على سبيل المثال شي حوالي 175 فريق جوال، هدول بشوفوهم بلباسهم المميز الأصفر، وأحيانا يعني لهم أهمية كتير يمكن الفرق جوالة للوصول للأشخاص اللي هنا بجوز ما يقدروا أن يتوجهوا إلى المراكز. تمام. نحن غايتنا تجربة هي صارت من شي حوالي 3 سنين، وقت بلشنا بس بالمراكز الصحية وفرق جوالي قليلة، فما حسنا نستهدف كل الأطفال. ففكرنا بعدين أنه لازم نوصل لكل طفل
وين ما كان بيته أهله ما حسنوا يطلعوه بمنطقة صعبة، بمنطقة جغرافيا أمنيا منطقة ساخنة، فمن هون نبعت فكرة الفرق الجوالي ويعني وكترنا فرق جوالي، فصاروا الفرق الجوالي يفوتوا على الساحات على الأزقة على الشوارع الضيقة كل الأماكن هاي ويزيعوا بالميكروفونات اللي معهم أنه نحن حملة شلة الأطفال جيبوا أطفالكم، وحتى تطورنا أكثر فطلبنا من الفرق الجوالي حتى يقرعوا على المنازل تماماً وتعودوا الأهالي صاروا يدقوا على البيوت ويسألوا إذا عندكم أطفال بهالعمر ويقولوا عندكم أطفال دول 5 سنوات ويلقحوهم ويسألوا الأهل حتى إذا في أطفال تانيين مو بالمنزل أعطونا اسمهم مشان نرجع تاني يوم نلقحهم. يعني وصلنا أنه الهدف إذا ما وصلنا لكل طفل أينما كان ما منقطع سراية الفيروس وما منقطع سراية المرض، وهذا الشيء حققناه تقريبا من 2 سنين و10 شهور الحمد لله. يعني انه كان في نتائج من الحملات الوطنية يلي قمتوا فيها على مدى الاعوام السابقة. تمام. يعني خلينا نحكي اليوم عن واقع شلل الاطفال بسوريا. نحن بداية انه حتى منظمة الصحة العالمية يعني تشكرتنا لسوريا، وزارة الصحة بسوريا على السرعة اللي صدينا فيها برغم الأزمة اللي نحن فيها، على السرعة اللي صدينا فيها وقضينا أو بالأحرى سيطرنا على وباء شلل الأطفال. نحن خلال 36 أسبوع من ظهور الحالات بسوريا اللي ظهرت تقريبا بشهر 10 2013 كنا موقفين المرض. كانت آخر حالة عنا ب 21/1/2014 من 2 و10 شهور، ولذلك بسنة 2014 عملنا حملات كتير وبالسنة 2015 بشكل أقل. آخر حالة عنا مثل ما حكينا من 2 و10 شهور. كل حالات شلل الأطفال بسوريا اللي انصابوا بهذيك الفترة من حوالي 3 سنين 36 حالة، ما في حالات أكثر من هيك. الوضع عنا حتى كانوا سوريا يعتبروها من الدول النشطة لمرض شلل الأطفال، هلأ شالونا من الشيء ويمكن يعطونا حتى الإشهاد أنه نحن خالين من مرض شلل الأطفال ممكن بالفترة القادمة أو يمكن أجلوا لل 2017-2018 مشان يصير إشهاد عالمي ويقضوا على المرض بالعالم بشكل عام. والحمد لله الأمور مطمئنة، وعلى مستوى العالم يعني هلأ في 3 دول بالعالم لحد الآن فيها شلل الأطفال. يعني عندنا نيجيريا فيها شي 3 حالات سنة 2016، وفي باكستان وأفغانستان عندهم شي 23 حالة، فالأمور كويسة كثير حتى على مستوى العالم تجاه شلل الأطفال. دكتور، يعني يوم أمس بدأت الحملة، غير الفرق الجوالي اللي كانت عم تدور بشوارع المدينة، قديش كان الإقبال يعني من قبل الأهالي على المراكز الصحية لا يعني يخلوا أولادهم يلقحوا أولادهم من ضد مرض شلل الأطفال؟ هلا نحن بعد ما صار عنا بدمشق فرق جوالي كثير، فصار إلى حد ما الإقبال على المراكز خف شوي، لأنه صار الهدف اللي يروح على المراكز الصحية عم يتلقفوا دغري الفريق الجوال. فكنا نلقح مثلا عن طريق الفرق بالمراكز الصحية نلقح مع نسبتهم 300,000 شي 70% يجوا على المراكز الصحية. هلا صارت معكوس الآية، فرقنا الجوالي بتغطي حوالي كانوا خف الضغط هيك عن المراكز، 200,000 بيغطوا من 300,000 اللي ممكن يتلقحوا و100,000 بتغطيهم تقريبا مراكز الصحية. ومبارح كان الإقبال جيد، يعني مبارح بدمشق ملقحين باليوم الأول 60,000 طفل يعني، وهذا رقم مليح يعني من خلال هدفنا اللي هو مثلا 300,000 خلال 5 أيام. وتلقح يعني تقريبا أغلبهم عن طريق الفرق الجوالي، وتقريبا 30% منهم إجوا على المراكز الصحية. طب شو أبرز التحديات يمكن يلي هي عم تواجه الفرق الجوالي بحكم أنه هن بيتوجهوا لعدة مناطق مثل ما ذكرت حضرتك يعني وبكل الأماكن؟ هلأ نحن بالأماكن دمشق الآمنة الحمد لله كذا ما عندهم أي مشاكل، وحتى الأهالي تعودوا عليهم حتى صاروا يعرفوهم كأشخاص، حتى يعرفوا السائقين اللي معهم، لباسهم المميز، مهماتهم الرسمية اللي معهم. ونحن بالتعاون وزارة الصحة بيبعث الطمأنينة يعني تماماً تماماً، يعني نحن بنطمن الأخوة المواطنين إنه اللقاحات آمنة جايبتها وزارة الصحة بأحسن الشروط وواصلة كلها مبردة حتى من المصنع للطيارة لحتى توصل للنقطين اللي بفم الطفل، وحتى الفريق اللي معهم اللقاحات معه حامل لقاح حاطط فيه قوالب تلج، معه حاملين معهم بيكون بالسيارة عادة، وأمور اللقاح مأمنة ونحن مراقبين فعاليتها لحظة بلحظة. الصعوبات ممكن تواجههم أنه في عنا مناطق صعبة الوصول بدمشق، نحن دخلنا مبارح فرق فاتت على القدم الشرقي جورة وعسالي، تم أشي بعناصر صحية من عنا بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، فاتوا لقحوا الأطفال بهيك منطقة صعبة برغم خطورتها، كان عناصرنا صدوا للموضوع واعتبروا واجب وطني أنه أهم شيء تلقيح أطفال الوطن
وتم أشي، وإن شاء الله كمان مناطق أخرى اليوم منفوتها. إن شاء الله كل التوفيق لكم والسلامة إن شاء الله. دكتور، يعني هيك حملة أكيد لازم يكون في توعية لها من قبل الأهل بأهميتها وعدم إهمالها، قديش كمان عم تسعوا على هالشي؟ نحن صراحة حتى بالحملة اتطورنا من ناحية التوعية والتواصل. خلال الأسبوعين الماضيين شكلنا فرق تواصل على مستوى كل دمشق، مناطق دمشق. الفرق هي من كل مركز صحي طلع فريق شاف المخاتير، لجان الأحياء، حتى وزعوا بروشورات وملصقات عن الفترة الماضية، وحتى خاطبنا وزارة الأوقاف للإعلان على الحملة عبر مكبرات المساجد حتى الكنائس، وحتى مع وزارة التموين سمحونا نحط بروشورات الحملة حتى مع ربطات الخبز، يعني أنه مشان كتوعية. وأعلنوا بالمقرفونات خلال كم يوم الماضيين، حتى أعلنوا أنه نحن في عنا حملة، وراحت عنا فرق شكلنا لأول مرة ما يسمى الزائرات المنزليات. فراحوا صاروا بمناطق محددة، فرق من عنا مدربين صاروا يدقوا على الأبواب ويقولوا لهم في عنا حملة كتير مهمة بتبلش الأحد للخميس، يفضل أنه يتلقوا أطفالكم. وهي الحملة ليش مهمة؟ لأنه نحن الحملة القبلة كانت بشهر 3 2016، والحملة اللي بعدها بشهر 3 مثلا 2017 كحملة موسعة. فاللي ما بيتلقح بهالحملة بيكون صار له سنة ما تلقح، فممكن يعني انه يشكل خطورة على الطفل. احنا بنتمنى السلامة لكل الأطفال، وبنتمنى لكم كل التوفيق بهي الحملة، وبندعو كل الأشخاص يلي هسه رغم كل هالتوعية ما سمعوا فيها انه هن يروحوا ويلقحوا أولادهم ضد مرض شلل الأطفال. نحن نأمل ذلك، وإن شاء الله كمان كلهم يلقحوا أطفالهم. لأنه المرض خطير إذا لا سمح الله حدا أصيب فيه، فلازم نحن، وما له علاج إذا لا سمح حدا أصيب، ولكن ممكن الوقاية منه بأنقطتين بتم، وهذا أكبر يعني شيء جيد جدا. أكيد كل التوفيق لكم. شكرا كثير لك دكتور لوجودك معنا اليوم. الدكتور علو الإبراهيم رئيس برامج صحة الطفل واللقاح في مديرية صحة دمشق، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. يعني الوقاية خير من قطار علاج أريج، ومع هالشي بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي لليوم، لكن أكيد الموعد رح يبقى بجدد بتوقيت دمشق الساعة 9 الصبح. نلتقى فيكم بحلقة جديدة بكرة من هالوقت، تبقوا بألف خير. أكيد بيبقى نذكركم مشاهدينا بأن الإخبارية السورية رح تبقى مكفية معكم بتغطيتها لأبرز الأحداث على الساحة السياسية العربية والعالمية، وما تنسوا أن تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. كل التحية لكم، باي باي. باي باي.